أذهب إلى ضيف الكريم من موسكو الدكتور ديمتري. دكتور ديمتري، بماذا يمكن أن نصف العلاقة الحالية بين البلدين، بين روسيا والصين؟ هل يمكن وصفها بأنها زواج مصلحة كما ذكر ضيفي من القاهرة؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد المصالح الآن تلعب دورا مهما في السياسة الدولية. الصين تريد استفادة من موارد طبيعية لروسيا، جهنا يعني روسيا تسمح للصين بدخول السوق الروسي. هناك اهتمام كبير لدول آسيا في السوق الروسي، ورأينا الآن هنا في العاصمة الروسية موسكو منذ يومين هناك مؤتمر تخص الاقتصاد لدول أورو آسيا، والذي نرى فيه اهتمام كبير لدول آسيا للاقتصاد الروسي ولدخول الأسواق الروسية، كون يعني الشركات الغربية خرجت من الأراضي الروسية، وهذا الشيء يعطي المجال للصين وحتى لإندونيسيا وغيرها من الدول دخول السوق الروسية. إذا لا ننسى بأن هناك ما يقارب 79 مشروع يتم العمل عليه بين جمهورية الصين والاتحاد الروسي، هناك التبادل التجاري ما يقارب 165 مليار دولار، أيضا ازداد يعني هناك ما يقارب 70% من التبادل التجاري يتم العمل عليه بالعملة المحلية، وهذا الشيء يفيد الاقتصاد الروسي، لأن أحد أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية تحسين يعني صورة الروبل الروسي، وبالفعل يتم العمل عليه الآن، لأن القسم الاقتصادي في روسيا أو الكوادر الاقتصادية في روسيا تحاول الآن العمل لتخطي العقوبات الغربية عبر الدول التي يعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقة لروسيا. إذا يعني التعاون طيب. الروسي دكتور ديمتري، هل تتوقع أن يزداد هذا الأمر هذه النقطة، نقطة التبادل التجاري بالعملات المحلية ما بين الدولتين، هل تتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة، تنضم إليها عدد آخر من الدول بعيدا حتى عن بريكزيت؟ أعتقد بكل تأكيد. أولا هناك حديث الآن بأن يتم إدخال النظام الدفع الصيني في الداخل الروسي، وبالفعل البنوك الروسية بدأت أن تدخل النظام الدفع يونيون باي في البنوك الروسية، البنوك الكبرى في روسيا روسيلكوس وغيرها من البنوك الروسية بدأت العمل على إدخال نظام دفع اليونيون باي، والذي يعني يساعد في تحسين التعاون الروسي الصيني. وهناك أيضا حديث عن إدخال نظام دفع للتبادل التجاري بين روسيا والصين لإرسال الأموال، لأن نعرف بأن الدول الغربية منعت للبنوك الروسية بالتعامل بسويفت، السويفت غير يعني ممكن التعامل به، ولذلك هناك حديث عن إدخال النظام الصيني، وهذا الشيء سوف يزيد من التعاون الروسي الصيني والتبادل التجاري، لأن الصين تستفيد كما قلت والروس يستفيدون، رجال الأعمال يستفيدون من التعاون الروسي الصيني، والشركات الروسية كغازبروم لوكويل وغيرها من الشركات الروسية التي تستفيد أيضا من التعاون الروسي الصيني. ولا ننسى بأن هناك مشروع قوة سيبيريا 2 والذي وفق المشروع يتم دخل الغاز الروسي إلى الأراضي جمهورية الصين.